المهم كمل سياق الدار وكل حاجة وخملناها وكل حاجة، ندير لكم جولة في منزلي الجديد. تفضل عندكم كي تدخلوا هكذا. مرحبا بكم، هذا كي تجوا هنا الكوزينة، عندكم الكوزينة هنايا، هنا من حاطين الفرن اللي أصلا ما نواسوش به، وهذه جابوا هنا الهاجر و جات العائلة الكريمة جابوا لي معهم ديك السبة الصغيرة. هذه كانت تاع واحد هكذا قلبناه تاع زوج، نحينا هذي تاع واحد قلبناها هذي تاع زوج خير هكا، وكاين هنا الباركو فايجنا الباركو. هنا التجارات ما نديرش ندير فيهم هكا، هادو فارغين هكا تقريبا ما فيهم حتى حاجة، هادو فيهم سواشي، هادو فارغين فارغين ما عندهم حتى حاجة. هنا يدير الطباسة زعما من الحوايج من الوسيلة أكثر استعمال، هادو شنو وسيلة سحق طبسي وكاس موفى وهذا شو سحق. وهنايا شوية عنكة زعما تاع قهوة ولا تاع جدة نهاجم. هذا واش كاين في الكوزينة هنايا، من بعد كي تجو مباشرة هذو دير لهم هنا شي لهم انا وياسين، هذو يطاطي لي هنا. من بعد تجو منا للصالون، تجو الصالون هنايا الأروح، هذا هو الصالون هذا هو يبان من قبل بالزاوية العارضة. هنايا يدير الميكرو اللي كتجو نحطها حطيته هنايا، هذا الميكرو مسكين مجرجر أكثر من اللي مجرجر في حياتي، وندير ونروح نديه معايا الميكرو تاعي. وكاين هذيك اللي شفتكم من الاضاءه تحب شويه من التعرض هنا نجي التلفزيون صار ان شاء الله شو صار هذا ديال الرقم. ومن بعد كيجيو من المطار كيجيو من هذه المراكز بلاصتنا هنا باش كي تكونوا خارجين ولا هكذا تشوفوا روحكم قبل ما تخرجوا. كيجيو هنايا عندكم لاطيراس، عندكم هذه هنا لاطيراس كيجيو في هذه البلاصه، هذا مسيق لها كاع انا وحسام. ما يليك من لا تيراس، هذه لا تيراس الاولى هكذا نجيك من بعد جونايا. كاين سجاده يعني نحب نصلي هنا في البلاصه ما ندخلش كاع الشنطه هنايا. عندكم حاجه هذيك كنت ما تخدم بها ولا كوطون تيشرت ما تخرج من الدار، هذه تاع سوفونير تاع النهار تاع الغل تاع الكاميرا. عندكم اذكار الصباح والمساء، هادو هي خدمتي شحال كثير من شخص كل يوم المسطر. هادو واش مكتوبهم في لاطيراس الفوق. من بعد هادو الروايح، هادو تاع النساء تاع امي، هادي هي هادي راهي جراند ديالها شحال شابه جايك شغل كيما تاع تاع هذا الرجل هادي تاع الدراري. هادو هنا الروايح اللي صار كان القميص هنايا ثاني نخصهم شويه الضوء هذاك مازال ما مكملش. وهادو المفتح تاع الشنطه، هذا هو اللي تاع الشعر تاع ياسين، هادي صار كلشي بلا يمكن فيه زعما اش كاين باسبور وكوالا تاع هذا باور بانك. المهم بعد كي تجو منا عندكم هذه البلاصه هنايا مازال هنا تعاون نحط صبابط فاش كصفر بدينا هنا كاع صبابط كما راك تشوفوا هاي هنايا تاع صبابط. وهنا الجهه الفوقانيه ما داير حتى حاجه راك فاضي تيو تاع الغاز. بعد كي تجو هنايا اروح عندنا هذه الشمبرة اللي موراها، عندكم هذه الشمبرة علاه الشمبرة الكلور تاع الباب هذه نورمال كيما هو خاطش حرقت الحالة سي بور سا سي بور سا سي بور هذا الباب هاي حرقت. شوف لاماس في واش يسموها في الشارجور تاع التليفون. المهم هذو هنايا الماطلات هذو تاع الصيف شغل يجيو لدار كاك شغل يجيو مالو ياسين هنا راهي. وهذه وسادة تاع الاستقبال، هذه جهة هنا حوايجي ما انت ما تكشوا ما تدخلوش النظر من هذيك الجهه حيت راه جا هذا البوسين هنايا. ومن بعد كي تجوا هنايا هذو هذو الحوايج ايه هذو ثلاث حوايج. ومن بعد عندكم باركو في هذه الجهه، ومن بعد ازرق عندكم هنا التواليت اكرمكم الله. هنايا كي تشعلوا الضوء تشعل هذيك الفوقانيه من الفوق، وهنا وتحطوا زعما هذيك الشيء تاعهم ما مش بلاصه هكا فيما كي تدخلوا هنا للدوش بعثوا لي هذا ومثل دي كابو ديروا في الدوش. وهذا اللي غسلت به الدار، هذو هذو اللي غسلت بهم الدار في بلاصه ما تبعث لهم واحد يبعث لي هذا بحال صاير هذا ظهيرين. هذا هو الدوش، عندكم هنا صوره تاع عندكم هنا صوره كي رحت المالديف، هذه صوره تاع بالي ان شاء الله كاين. وعندكم هنا وين تقصوا يديكم في هذه الجبنه وتحطوا الصابونات الا زعما ما تحطوا اذا كان عندكم زعما شوا شامبوانات ولا انا كنواسي شامبو كاع اصلا.
كاين من هذا السكاليت وهذه الجهه السكاليت هي طلعوا الجهه الفوقانيه تاع لاطريس هذوك من بعد طلعوا ليها هنايا جايه كاع انا اصلا ما كنت عشان نحب هذا كما هذا الجو هكذا نحط الماطلع هذاك ونحط العشاء ونتعشى هنايا وهذه مليحه بكا في العيد العيد الكبير هكذا كعد يجي ياسين وكل حاجه نديروا هنايا الشوا نديروا باربيكيو كل شيء شابه في البلاصه تجي هايله كاينه هذه وكاينه لاطريس اللي شفتوها وزا عندكم الماء في هذه الجهه شوف شوف الماء هنايا كاين كل حاجه بلاك شوف بلا ما نبدا نقل واش يسموه لما نظن نقل ملادوش ولا ميكوزين هذه هي هاي كما راكم هذه هي هنايا لاطيراس الدوزيام لاطيراس الاولى هذيك هذه الدوزيام اروح كاين عندكم لي زيسكالي هذا هذا اروح تبع لي زيسكالي بهذه الجهه عندكم هنايا هذه السيتيلا تاع كيما اون كما جاش الماء هو اللي ما كاين 24 ساعه كيما صح اون كما جاش الماء هذيك معمره هذه هذه هاي تمشي برك خصوها الاخرين تاع واحد محبين الشرك باغي شو ما مسحقهاش وعندنا شو هذه الساحه كيما راكم تشوفوها كاع هكذا ونقدر نشعل الضومن هذوك اللامبوات اللي شفتوهم من تحت باش باش نركبوهم هنايا وانا هكذا برك ما مشي لك بين كاين غير هذيك برك هاي تمشي وهذوك الترابولات وهذه هكذا هنايا واش يسموها كيما راكم تشوفوا من هاي الجي هاي بوزر ريع هذه هي هكذا درت لكم هكذا جوله في منزلي الجديد هذا هنا وين راح استقر حاليا واخيرا استقر ومن بعد دوك كيما مثلا كيما حوايجي الحوايجي واش يسموهم زعما واش يسموهم حوايجي تاع ماشي مغسول ولا نبعثهم نهبطهم الام اللي تحت تغسلهم تعاود ترجعهم لي ان شاء الله يعجبكم الفيديو تاع اليوم اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا اشتراك لايك وتفعيل الجرس باش يروحكم الفيديوهات الجايين وهيا سلام وهذا هو هكذا كيما راكم تشوفوا هذا هو الفيو هنايا في الليل هكذا من الطيراس وكيما راكم تشوفوا هذا هو هذا هو جامع الجزائر الاعظم ايبان وهذا هو المطار هذا هو دار البيضاء وهامليك